إخواني أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث نستدل بأن الدين الإسلامي قد دعانا أن يكون لنا دور بالمشاركة بالحياة العامة والمشاركة بالحياة السياسية. إحنا بالأردن مقبلين بالأيام الجاية عن انتخابات المجلس النيابي 19. في مجموعة من الناس بدها تشارك ومجموعة من الناس ما بدها تشارك. الناس اللي ما بدها تشارك يعني بتدعي انه الانتخابات راح تتزور، تزورت قبل هالمره، وانه مجلس النواب ما له اي اهميه وما له اي اثر ملموس على حياه المجتمع الوطني. احنا اليوم راح نحكي عن قضيتين هذول، عن تزوير الانتخابات وعن اثر المجلس الامه او المجلس النيابي على المجتمع الوطني. بس بدايه خلينا نستذكر قصص الصالحين من الامم السابقه، بدنا نستذكر قصص الصالحين من اهل السبت من بني اسرائيل. قال تعالى في كتاب العزيز: قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم. صدق الله العظيم. قصة أهل السبت من بني إسرائيل، انقسم المجتمع إلى ثلاث أقسام. مجتمع هم الكفار اللي حفروا أخديد وحفروا قنوات وصادوا يوم السبت بعد ما ربنا نهاهم عن الصيد يوم السبت. في القسم الثاني من المجتمع ظلوا يدعوهم إلى الرجوع عن الذنوب والتوبة إلى الله. في القسم الثالث كان قسم حيادي سلبي. فالقسم الحيادي بيحكي للقسم الثاني اللي كانوا يدعوهم إلى التوبة، بيحكي لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم. فالقسم الإيجابي شو بقول لهم؟ معذرة إلى ربكم. فأنا بدعو الجميع إن نصل لمرحلة معذرة إلى ربكم، حتى لو ما عندك قناعة بنزاهة الانتخابات، حتى لو ما عندك قناعة بدور مجلس الأمة، وإحنا راح نحكي بالحكي هذا بالتفصيل الآن. اطلع وصوت، حط الورقة فاضية، اكتب أنا ما بدي أصوت لأي حدا لأنكم بتزوروا الانتخابات. اكتب أنا ما بس إنه اطلع وطلع البيعة، خطية البيعة من رقبتك، وخلينا نصل لمرحلة معذرة إلى ربكم، حتى ما يكون علينا لوم الحياد والتأثير السلبي على المجتمع. الآن نحكي عن أول نقطة من هذول النقطتين، وهي عملية تزويل الانتخابات. بدي أنوه بالبداية لنقطة أساسية، إنه نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة ما بين جميع المجتمع، ما جميع مكونات المجتمع، ما بين الهيئة المستقلة للانتخابات، وما بين المواطنين، وما بين الجهات الأمنية. يعني الآن أي شخص بشوف تجاوزات انتخابية أو عمليات تزوير بالانتخابات ما يقعد يقول وين الهيئة المستقلة تيجي تشوف، لا، أنت كمواطن إلك دور رقابي بالرقابة على الانتخابات. أي عملية تزوير، أي تجاوزات، وثقها وبلغ الهيئة المستقلة للانتخابات الموجودة عنها. فالآن ما نرمي الحمل كلياته على الهيئة المستقلة للانتخابات. طيب، الآن نحكي عن آليات التزوير، وبدنا نفرق بالمصطلحات ما بين تزوير الانتخابات والتدخل بالانتخابات. تزوير بالانتخابات يعني التلاعب بالصندوق والتلاعب بالأصوات، وأكبر عملية تزوير أو أشهر عملية تزوير صارت بالعالم هي عملية تزوير الانتخابات اللي صارت بليبيريا. وهي ليبيريا بلد بجنوب نص أفريقيا، كان عدد الناس اللي بصوتوا 14,000 بني آدم. لما نجح الرئيس وكان اسمه تشارلز كينج، الرئيس جاب 234,000 صوت، يعني فرق 220,000 صوت أكثر من الأوادم اللي بتصوت عنده بالبلد. طبعا نتيجة غير منطقية، وتزوير فاضح وتلاعب فاضح بالصناديق والأصوات. احنا ما وصلناش للمرحلة هذه، بس احنا كان في مرحلة من المراحل عندنا تلاعب بالصناديق وتلاعب بالأصوات، وهذا الحكي أفقد العملية الانتخابية الكثير من مصداقيتها. بس للأمانة الأيام هذه التلاعب بالصناديق والتلاعب بالأصوات أصبح شيء من الماضي، بطلوا يسووه، أو حتى نكون دقيقين بالتعبير بطلوا يقدروا يسووه، لأنه الآن في منظمات مجتمع مدني بتراقب، في هيئات بتراقب، في صحافة بتراقب. فعملية إنك تطلع بانتخابات تكون نتائجها مش منطقية أو التزوير يكون بيها بشكل فاضح، فهذا صار إشي مستبعد وأمر مستبعد. نيجي الآن للنقطة الثانية، وهي التدخل بالانتخابات. كيف بصير التدخل بالانتخابات؟ بصير التدخل من خلال التدخل بالتركيبة المجتمعية للمرشحين. المعروف إحنا المجتمع الأردني مجتمع عشائري، واي واحد بس ينزل على انتخابات، او معظم المرشحين غير المرشحين حزب جبهه العمل الاسلامي، معظم المرشحين لما يترشحوا بترشحوا على قواعدهم الشعبيه اللي بالعاده بتكون عشائرهم، والعشيره كيان اجتماعي محترم عندنا بالاردن. فالان عمليات التدخل بالانتخابات بتصير التهيئه لجو عشائري لبعض المرشحين اللي بيكونوا بدهم اياهم، والمرشحين اللي ما بدهم اياهم بيعملوا تشويش داخل العشيره على هذا المرشح نفسه. طبعا القانون الانتخابات الحالي يعني اللي هو قانون القائمة النسبية المفتوحة، أي مرشح قبل لا ينجح بده يشكل كتلة حتى أنه الكتلة تنجح، بعدين هو من داخل الكتلة ينجح هذا المرشح. فالآن بصير أنه عمليات تدخل بتشكيل الكتل،
ابعاد مرشحين عن مرشحين، نصح مرشحين انهم ينزلوا مع مرشحين معينين لمصلحه ناس معينين، التدخل بتشكيل الكتل. يعني وشفنا الكتاب اللي وجهته حزب جبهه العمل الاسلامي لرئيس الوزراء انه بصير تدخل بتشكيل الكتل، بصير تدخل على بعض الشخصيات اللي بدها تخش معهم بالكتل. للامانه الحكي هذا موجود، والمنطقه اللي انا فيها وشايف المرشحين انا فيهم، شايف عليك هيك، عرفت كثير مرشحين اسسوا كتل وسووا كتل لحد الان مش معلن عنها. بتقول ليش ما تعلن عنها؟ بقول لك ليدروا عني الجهات الامنيه ويخربوا كتلتي. حتى انهم بتواصلوا مع بعضهم من تلفونات نسوانهم ومن تلفونات عيالهم، حتى ما يتراقب تلفونه او حتى انه ما يتم تشويش كتلته او التشويش على كتلته او تخريب كتلته. يعني من منطقيه الطرح او غير منطقيه الطرح، ولكن هذا حاله غير صحيه عند المرشحين. المرشح اللي لازم يكون منتبه لبرنامجه الانتخابي، منتبه كيف انه يحشد اصوات ويحشد ناخبين، يكون من اكبر اهتماماته انه ما تتخربش كتلته، هذه حاله غير صحيه. سالت كثير اصدقائي لي من مناطق ثانيه، فللامانه قالوا انه الحكي هذا ما فيش موجود عندنا، بس في بعض مناطق بكون موجود فيها عندنا، موجود فيها بعض مناطق ما بكون موجود فيها. هذا بدل على انه تصرفات فرديه وتوجهات فرديه وليس توجهات عامه عند سياسات الاجهزه الامنيه. فرسلتنا للاجهزه الامنيه واخواننا بادارات الاجهزه الامنيه انهم يراقبوا المكاتب الفرعيه ومدراء المكاتب الفرعيه وتدخلاتهم واجراءاتهم بالانتخابات، حتى انه تكون الانتخابات نزيهه، وحتى انه نقدر نبني ثقه ما بين المواطن وما بين الانتخابات وما بين المواطن وما بين العمليه الانتخابيه بالاردن. وبدنا نحكي هسه عن اهميه المجالس البرلمانيه والمجالس النيابيه في حياه الشعوب وحياه الشعب الاردني. بدنا نستذكر قصه من التاريخ صارت عام 1942، لما الجيش النازي خلال الحرب العالميه الثانيه اجتاح فرنسا واحتل باريس، وانكسر الجيش الفرنسي بشكل كامل، وصار عليهم هجوم كمان من الجنوب عبر جبال الألب من الجيش الإيطالي. في كل هاي الظروف والأمور الصعبة اللي بتواجه فرنسا، ما انحل البرلمان الفرنسي، كانوا بسموه الجمعية الوطنية الفرنسية، مجتمعت هاي الجمعية الوطنية وأقرت إقامة حكومة فيشي. طبعا البعض لما يسمع حكومة فيشي بروح باله للخيانة والتعامل مع المستعمر أو شيء، ولكن يعني التاريخ فيه وجهات نظر. يعني حكومة فيشي كان رئيسها واحد اسمه فيليب بيتان، وهذا فيليب بيتان كان قائد القوات الفرنسية بالحرب العالمية الأولى. كان وجهة نظره أنه يحافظ قد ما يقدر على الباقي من فرنسا. في بعض الناس راحوا هجوا من فرنسا وهربوا لبريطانيا وهربوا لدول التحالف، وصاروا يطلعوا على البي بي سي ويطلعوا ويعطوا نشرات ويعطوا محاضرات ويحرضوا الشعب الفرنسي أنه للصمود، بس بيحكي من لندن، هو مش عايش بالحياة، مش عايش بالحياة على الأرض وبالحياة الواقعية وباللي بواجهه الشعب الفرنسي. وبالتالي لما خلصت الحرب، بتعرف دائما التاريخ بكتبوه المنتصرون، اجوا شارل ديغول والناس هاي اللي كانت بلندن واستلمت الامور في فرنسا، الناس اللي سوت حكومه فيشي، ايش حكموا عليه بالاعدام، ايش سامحوه، مش موضوعنا الان، موضوعنا احنا الان انه البرلمانات بعز الظروف بتكون من اهم المكونات الاساسيه للنظام السياسي وللديمقراطيات بالعالم. وكل الظروف مهما كانت صعوبه الظروف اللي بتمر فيها هاي الديمقراطيات، فالمجلس الامه مهم جدا بشكل كبير. لأن الديمقراطية مش كورس مضاد حيوي يأخذ الواحد ثاني يوم ولا مطيب أو إبرة خافض حرارة ربع ساعة ولا الحرارة عنه، لا، الديمقراطية ممارسة، ممارسة حياة. المجالس النيابية من أهم المكونات اللي لازم تكون موجودة بالدولة. إحنا مجلس النيابي الحالي أو المؤسسة التشريعية الموجودة الحالي، نقدر إحنا مجرد وجودها إن نبني عليها للأيام القادمة، ومع عملية انتخابية نزيهة نقدر نبني الأيام القادمة قانون انتخاب أفضل من الموجود، نقدر نبني قانون أحزاب أفضل من الموجود، وبالتالي بتقدر تبني حياة سياسية أفضل من الحياة السياسية وتتمتع بالديمقراطية والحريات أفضل من الموجود الآن. لا ندعي الكمال إحنا، ولكن ندعي إن نريد إن نبني على الإشي الموجود عندنا. وشكرا لكم على الاستماع.